غادي يكونوا الدراري مزيانين ياك. 45 دقيقه غيضر يلعب لك 45 دقيقه الاولى بارفي، عاد تدخل 45 دقيقه الثانيه غادي يبان لك، تيبان لك العيب. شنو هي كوتش بريباراتيف بالنسبه للناس اللي اول مره غيسمعوها؟ اللي قدر نبدا لك بها بريباراسيون فيزيك، البريباراتور فيزيك يكون هو ليكيب، هو الفرقه. لاقاش ما كانش بريباراتور فيزيك مزيان ما كتشوفش الفرقه واقفه، لاقاش يكون عندك راه كاين الدراري كتلقاهم كيلعبوا كره مزيان كواريه بالعربيه، ولكن ما كانوش فيزيك مزيان ما غاديش يكمل. لي ديتاي ديال لونترينمون كاملين كاينين في البريباراسيون، بريباراسيون فيزيك. عطينا شي مثال مثلا بحالاش مثلا؟ كما قلت لك غادي يكونوا الدراري مزيانين ياك، 45 دقيقه غيضر يلعب لك 45 دقيقه الاولى بارفي، عاد تدخل 45 دقيقه الثانيه غادي يبان لك، تيبان لك العيب. لا يكمل معك 90 دقيقه ما يكملش واحد عادي، كيكمل 90 دقيقه ولا يوصل 120 دقيقه ملي كيوصل البرونغاسيون، داكشي تما فين كتبان لك الفرقه واش واقفه ولا ما واقفه. اللي بغى يتفرج في الحلقه كامله ديال اللي في البايو غيديك نيشان البودكاست. بالصحه والراحه.